الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام، نسأل الله عز وجل في فاتحته لنا ولكم التوفيق والسداد. حديثنا اليوم حديث مختلف كما يقولون، حديثنا اليوم عن فئة عمرية اهتم بها الإسلام اهتماما كبيرا، والواقع يشهد لذلك والحال يشهد لذلك، والواقع كذلك يدل على أهمية هذه المرحلة. هي مرحلة الشباب، مرحلة الشباب هي من أخطر المراحل، لأنها هي التي من خلالها تتكون الحضارات وتبنى الأمجاد، ومن خلالها هي قوة الأوطان، ومن خلالها هي الحماس المتفجر الذي يولد قوة ويولد حضارة ويولد كذلك تقدما. ولذلك اعتنت الشريعة بهذه الفئة، بهذه الفئة العمرية، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بهذه الفئة العمرية يوجهها دائما يوجه الشاب لما فيه خير، لأن الشاب هي مرحلة العنفوان ومرحلة القوة والنشاط ومرحلة الحماس. فإذا كان التوجيه في هذه المرحلة توجيها غير صحيح، وكان التوجيه فيه توجيها يعني غير مستقيم، ما لن ننتظر منه، لن تنتظر منه إلا فسادا ودمارا. لكن لما يسلك هذا الشاب الطريق الصحيح نافعا لنفسه ووطنه، متمسكا بدينه ومتمسكا بطاعة ولي أمره وكذلك بالحفاظ على مجتمعه، تجد هذا الشاب عطاؤه عطاء مختلف وقوته قوة مختلفة. لماذا؟ لأن هنا التوجيه كان مختلفا، كان التوجيه مختلفا. ولذلك حتى يصل الشاب إلى هذه المرحلة هو مر على عدة مراحل، مر على عدة مراحل، عدة خطوات، حتى إذا وصل إلى هذه المرحلة العمرية كان إيش؟ ماخذ الجرعات كلها، أخذ كل الجرعات التي تؤهل هذا الشاب أن يكون إنسانا ناجحا، إنسانا ذا طموح، وإنسانا له أثر. لكن أنا إذا تركت هذا الشاب ما عطيت تلك التطعيمات ومع تلك التوجيهات وتلك المراحل وما أخذها بكل بما فيها من خير، بعد ذلك التوجيه قد يكون فيه خير ولكن ليس كحال من وطد له الأمر وسهلت له الطرق. يعني ذلك نجد في الشريعة الإسلامية بداية قال كيف تختار الزوج وكيف تختار الزوجة، الزوجة كيف تختار، المرأة كيف تختار الرجل، والرجل كيف يختار المرأة. ليش؟ حتى ليش؟ لأننا نحن ما عندنا الإشكالية، ما عندنا نحن، عند البعض التفكير السطحي. كيف التفكير السطحي؟ تعال تعال تزوج، ما شاء الله مبروك، عسى الله يجعل بيته عامر. لكن أنت فكرت لما تريد أن تنشئ أسرة لماذا؟ إيش أهدافك؟ إيش طموحك؟ لماذا تبني أسرة؟ تريد عيال؟ وبعدين لابد يكون عندك هدف، تعرف نفسك هدف رائع جميل جدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. إن هذا هدف نبيل ورائع جدا، يعني حتى القوة الجامحة عند الشاب تهدأ والمسار يتوجه التوجيه الصحيح. إذن أنا بداية لابد أن أنظر في الاختيار، ما تساهل ولا تتساهل الفتاة ولا يتساهل أهل سواء كان الشاب أو الفتاة في اختيار شريك الحياة. لابد تكون عنده مواصفات معينة، ليش؟ حتى يستطيع أن يقود هذه الأسرة، وحتى تستطيع هي أن
تبني مجتمعا، تبني جيلا، تبني حضارة، مو بإني فقط تعالى تزوج، عندي زوجة وهذه الحرمة عندها بيت وعندها زوج وبعد ذلك عيال وما شاء الله حلوين في البيت ويتحركون ما شاء الله جميل جدا، واترك العيال هكذا، المهم ماكل شارب لابس جميل جدا، تؤجر عليه كذلك على هذه الأمور. لكن كذلك احنا أمامنا مهام، عندنا مهام، نحن في هذه الحياة أمامنا مهام، هذه المهام سنحاسب عليها، سنحاسب عليه. لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل، حتى يسأل، حتى يسأل. يسأل عن إيش؟ عن عمره، عن شبابه، عن صحته، عن فراغه، عن ماله، تسأل. يعني هل يظن الإنسان أنه متروك هكذا سبهلله كما يقولون؟ لا، أنت تعال، أنت وقفوهم إنهم مسؤولون، عندنا عندنا حساب. أنت صرت رب أسرة، وأنت صرت امرأة بيت، ربة بيت، بعدين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعال أب، تعال أم، ليش حتى ننشئ جيل، حتى ننشئ جيل يقود، ننشئ جيل يكمل العملية وكذلك يكمل الطريق. لكن أنا إذا أخللت بهذا الجانب إيش أتري من الشاب؟ ماذا أنتظر؟ لما أرى الشاب منحرف في فكره، منحرف في أخلاقه، منحرف في سلوكه، الاتهام الأول للأسرة إن كانت بريئة، ننظر إلى المؤثرات الثانية. أنظر كذلك إلى إذا كان أثار إيجابي، أثار إيجابية. أنت الحين لما تشوف ولد أخلاق وسمت وما شاء الله عليه متأدب، إيش تقول؟ كل جزاه الله خير هذا الأب اللي ربه والأم اللي ربته. ما حد يقول ربعه، ولا حد بيقول المعلم، إن كان لهم تأثير ما حد يقول مباشرة إلى من؟ الأب والأم، الأب والأم. لما تشوف شاب أخلاق وطموح وأدب وسمت وعطاء، أنت تتكلم، تتكلم عن أسرته، يقول هالبيت اللي خرج منه هذا الشاب بيت طيب، بيت محترم، بيت يعني أدب هذا الشاب وأخرج شابا صالحا في مجتمعه، في نفسه ودينه ومجتمعه. لكن أطلع لك فاسد، تقول هذا الإسرائيلي مربته، أنت مش مرباي، كلمة في الصميم، السهم يرمى في كبد الأب والأب والأم. إذا واحد منحرف فمش مرباي، مش رباي، يعني من مربنا؟ الأب والأم. ولذلك الاختيار مهم جدا، الاختيار. بعد الاختيار ما ننظر إلى الجمال فقط، يعني أحيانا الشاب يشوف واحدة سواء كان فيها عمل أو شيء، أوف هذه عجبتها خلاص، والحرمة تشوف والبنت تشوف خلاص. لا، أنا أنظر، صح مش مشكلة تختار الجمال، من الأشياء التي تجب أحرى أن يؤدم بينكم، أن يشوف الجمال شيء طبيعي، والمرأة تشوف إلى الرجل كذلك. لكن كذلك لابد أن أنظر إلى الأشياء الأخرى. إيش الأشياء الأخرى؟ الأخلاق، الأدب، الدين، أن أنظر إلى هذا الجانب. طيب شفنا وضعنا هذه الأرضية الجيدة الهامة، أنتقل بعد ذلك إلى معرفة الحقوق. هذه موطئات أمور سابقة لكي أخرج جيلا شابا. نحن نعاني، نعاني بعض الشباب أما بعارف هدف يمشي له، أو كذلك هناك الغزو الفكري والأخلاقي عليهم مساكين. صح الشاب مسكين، أقول له كم بيتحمل، شو بيسوي؟ دخل الانترنت لقى بلاوي، لعب ألعاب لقى بلاوي، طلع راح المول شاف بلاوي،
الواتساب شاف بلاوي، دخل تويتر شاف بلاوي، دخل سناب شات انستغرام كله بلاوي بلاوي بلاوي، ويتقصدونه. مسكين هذا الشاب، كم يتحمل؟ ويا اللوم مسكين، كله اللوم عليه، وانت فيك وانت فيك وانت فيك. طاقة، حماس، شهوة، رغبة، عطاء، استقبال، جهاز الاستقبال عنده قوي جدا، استقبال لاقط مباشرة يأثر في أي شيء يأثر فيه ثم يعمل مباشرة. لذلك يعني الشاب يحتاج إلى من يقوده. لذلك أنت لما تشوف أصحاب الفكر منحرف يتقصدون هؤلاء الفئات العمرية. شفتوا واحد قاعد يفجر عمره 50 أو 55 أو 60 سنة؟ لا، يستهدفون إلى 15 متطالع. ليش؟ يلم منطلق فيتحمس، لكن رجل كبير لا عقل يفكر في تجاوز مرحلة النضج الكامل بعد 40، فيقعد يعني ما يتعجل، يفكر بأنا، ينظر إلى الأمور ببعد وأفق آخر بخلاف هذا الشاب. لذلك ضروري جدا أن نهتم بهذه الفئة العمرية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بها ويفتح باب حوار دائما معها. ليش؟ لأنه يجي بشدة بيجيك بشدة، تصدى يشوفك طريق آخر. يعني أنت تشوف السيف السيل والوادي لما يجري ويمر، وحطيت له سد يالف يمين وشمال، ما لم يكن سدا قويا محكما يأخذ شرق وغرب فيكسر ويفجر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب الحوار له معهم. لما جاء رجل قال إذن لي بالزنا، يعني أنت تخيل أنت جالس في البيت، الولد يلي أبوه يبين أعمل فاحشة، يلا ما تستحي لويك ضرب كف وطرد برا على البيت، وإذا صار المعلم قال أنت ما تستحي لويك، وإذا صار لعمه يا ويله ولا أمه تفرب خمة على وجهها وعصا ونعال، شو لنا هالفكر؟ شو هالتربية؟ شو هالأخلاق؟ هذا الشيء اللي يدور في الذهن ولا في البال والحاضر شيء طبيعي، لكن انظر كيف حوار النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا شاب عنده طاقة، ما تكلم من فراغ. لما الشاب ينحرف، ليش انحرف؟ في طاقة، في أمور في نفسه. ليش انحرف؟ ليش انحرف فكريا؟ ليش انحرف أخلاقيا؟ ليش انحرف سلوكيا؟ ليش ثبت أخلاقيا؟ ليش يعني كان يعني شامة في الأخلاق والدين؟ هذا لا مسبباته، هذا لا مسبباته. ما استطردنا عن هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللي بالزنا، كيف أي جرأة؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه بعقلانية النبوة والرسالة ثم حاوره، قال ترضاه بأمك، ترضاه بأختك، أترضاه بابنتك، أترضاه يعني بشيء بأسلوب بسيط سهل جدا، أترضاه؟ قال ما أرضى. قال كذلك الناس لا يرضون، ما يرضون. يعني أنت شوف هذا الفكر يولد، حتى لو كانت الطرف الثاني هي موافقة تبا، لا هذه عرض أنا حافظ عليها. ليش؟ لأنها عرض، اعتبرها مثل أمي، اعتبرها مثل بنتي، اعتبرها مثل أختي، ربى فيه إيش؟ جانب الحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني في هذا الحوار ما فقط منعه، لا، جعل في نفسه شيء ثاني، أن كيف يحافظ على عرض الناس، مش مجرد أن كف عنا الوقوع في الرذيلة والشهوة والفاحشة، بل جعل من هذا الشاب الذي أراد الفاحشة كيف جعله يحافظ على المجتمع. لما تأتي له بنته تقول له كذا، يا لا ما يجوز حرام، يحافظ عليها، ما يفتح لها الباب، ما يفتح لها الباب. والأبواب كثيرة الحين، أنت الواتساب والغيره، نسأل الله العافية. فالشاب سواء كان امرأة أو رجل
لابد أن ننظر إلى كيفية التواصل معهم وكيفية الاهتمام بهذه الفئة العمرية كما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك يعني من الأمور هو الخطاب الموجه للأب والأم، الموجه الخطاب الأول موجه إلى الأب والأم. انظر ليه في الفئة العمرية من البداية. طيب عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، معنا فضيلة الشيخ أحمد محمد المختار المفتي والواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلام والقف. حياك الله فضيلة الشيخ. الله يحييك. كيف صحتك؟ الله خير، البرنامج الطيب. الله يجزيك خير وبارك فيك. الله يسلمك. الشيخ احنا قاعد نتكلم عن أهم مرحلة عمرية، وعن المرحلة هذه التي فيها القوة وفيها النشاط والحماس وفيها بناء الحضارة، وكذلك فيها ما فيها من آثار سواء كانت إيجابية أو سلبية على المجتمع برمته، وهي فئة الشباب. التدين مطلب مهم لهذا الشاب. لماذا؟ حتى لأنه إن أخذ التدين الصحيح توجه التوجيه الصحيح ومشى في الطريق الصحيح، وإن أخذ التدين بمفهومه الخاطئ وبمفهوم الغير الصحيح سواء كان في جانب الغوة أو ما سوى ذلك، رأينا منه العجائب في هذا الجانب. فكيف وجه الإسلام صحيح الشاب خاصة في هذا الجانب؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة الدين جاء لمصلحة العقول والأبدان والأموال والأعراض وأساسيات الحياة، والدين يخاطب العقول من ناحية ويخاطب العاطفة أيضا من ناحية. صحيح. ما الحث على الخير وما عد الله للصالحين وما عد الله للمطيعين ولأهل العبادة وأهل الذكر إلا نوع من مخاطبة العاطفة بالترغيب، وما عد الله عز وجل للمخالفين من إثم وعقوبة ما هو إلا تنفير وخطاب للعاطفة من، وأيضا ما ذكر الله عز وجل من التفكر في مخلوقات الله عز وجل وفي حكمه التي لا يخلو منها حكم شرعي سواء كان في عبادة أو في معاملة، هذه الحكم تخاطب العقل. فالشباب إذا أخذوا الدين أخذا سليما لم تؤثر العواطف عليهم في اتباع الدين الصحيح الذي يقودهم إلى صلة الرحم وإلى توحيد الله عز وجل أولا، وإلى تصديق أنبيائه، وإلى صلة الرحم، وإلى حسن الخلق مع الناس، وإلى وفاء بالمعاملة، وإلى الصدق في المعاملة والوفاء بالعهد وغير ذلك. الشباب إذا أخذوا الدين أخذا سليما من المؤسسات التي تعطي الدين صافيا وتعطي الدين مع العقل والعاطفة معا، كان التدين بالنسبة لهم نعمة وبركة. ولذلك جاء في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين في الأزواج والذرية هو أن يكونوا صالحين موحدين لله عز وجل، مطيعين ذاكرين لله عز وجل، واصلين للرحم، مطيعين لأولياء الأمر، منتظمين مع المجتمع فيما يعود إليه بالخير، منتجين، هكذا يكونوا قرة عين. وإلا إذا كانوا يعني لا سمح الله متشددين أو فاسقين لا يكونوا قرة عين، لأنه بتشدده ويعني تنطعه في الدين أو بفسقه وتركه للدين يكون تأتي منه الطعمات وتأتي منه. شيخنا ذكرت قضية أو مسألة مهمة جدا، أن الاستقامة هي التي تحفظ الإنسان، بمعنى لو أخذ التوجيه الصحيح هذا سيؤثر على الحفاظ على عقله وعلى روحه وعلى سلوكه وعلى جميع الأمور المتعلقة سواء صحيح كان به أو بمجتمع، وهذه مسألة مهمة جدا. نعم. ولعل البعض يظن أن يعني كل ما بعدت عن الدين ربما كان هو بعيد عن خطر التشدد وبعيد عن الانحراف الفكري وما سوى ذلك. أيوة الله يسلمك، يعني كلا الطرفي خطر على الشباب. صحيح. يعني الشباب إذا أخذوا الدين، لأن الدين كما قلت لك يخاطب العاطفة ويخاطب العقل في آن واحد، إذا أخذوا الدين على خطأ تلك العاطفة غلبوها على
شيكا من الله عز وجل ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح، وموازنة الفقه الإسلامي، موازنة القرآن الكريم، وموازنة السنة النبوية، وموازنة كلام العلماء بين المصالح والمفاسد. ويعني إذا أخذ الشباب الدين بعيدا عن تلك المفاهيم الصحيحة جرتهم العاطفة إلى التنطع. وكذلك إذا تركوا الدين، إذا تركوا الدين وانجرفوا في الأفكار الخاطئة والملحدة لا سمح الله، وعدم الحياء، ألم تستحي فاصنع ما شئت، أيضا إذا انجرفوا في اتباع الشهوات اتباع الأفكار السيئة كانوا خطر. لأن يعني الشباب كما تفضلت في كلامك قبل كنت أتابع بعض كلماتك، كما تفضلت الشباب فيهم قوة وفيهم نشاط وفيهم تطلع وفيهم كل شاب يدعي في نفسه أنه يستطيع يفعل كل شيء. فإما أن يكون متدين عاقل حاذق منسجم مع الدين الصحيح، مع العقل، مع حكمة حكماء بلده وحكماء مجتمعه، فيكون خيرة. في مسألة مهمة جدا، أن التربية الدين رب الشاب على أنه لا في جانب الدين لا يبتعد عن المسار الصحيح، لا يبتعد عن النص الشرعي وتوجيه العلماء لهذا النص. ولذلك رسول الله لما وجه ابن عباس: يا غلام إني أعلمك، احفظ الله احفظ الله تجه تجاهك. هنا ما قرره بعض أهل العلم على أن تربية الشاب على أنه لا يخرج عن النص الشرعي وفق فهم العلماء، مش فهمه هو صحيح، فهذا يعتبر للشاب حفظ، وكذلك يوجه التوجيه الصحيح فلا ينحرف لا يمينا ولا يسارا. نعم صحيح صحيح، لأن الشاب الله يبارك فيك الشاب قليل التجربة، قليل الخبرة، كثير النشاط، كثير التطلع، لذلك الذين أكبر منه قد مروا بمراحله هو. نعم والله، شوف الشيخ الآن يعني أصحاب المذاهب المنحرفة والأفكار الخاطئة الموجودة في داعش والغيرة ما يعني لا يستهدفون إلا الفئات عمرية معينة، ما يستهدفون واحد عمره 55 سنة. صحيح صحيح، أغلب الذين ينحرفون من خوارج وغيرهم وهم كالشباب يعني فعلا، وحتى خوارج دهرنا هذا تاريخنا هذا أكثر أغلبهم يعني يكون شباب ليست لهم الخبرة، ليست لهم الخبرة في الحياة وليس لهم الرصيد العلمي. لم يطلعوا على أقوال الفقهاء على عند قوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم إيش صحيح، ذلك الشباب الصالح، ذلك الشباب الذي اهتدى وأخذ المسار الصحيح. نعم جزاك الله خير شيخ أحمد على تواصلك معنا، وأعلم أن مسؤولياتك كثيرة، و الله يبارك فيك. الله يجزاك خير، جزاك الله خير على البرنامج الطيب، الله يوفقك. شكرا شكرا. طبعا ناخذ فاصل ثم بعد ذلك نعود اليكم مره اخرى. مرحبا بكم ايها المشاهدون من جديد. كنا نتكلم قبل اتصال الشيخ احمد كيف الأسرة تبنى الزواج، بعد الزواج حتى في يعني أبجدية التعامل بين الزوجين، ترى يا إخواني فيها لها تأثير على الشاب لما ينشأ. الأم لما تشوف كيف تتعامل، البنت لما تشوف أمها كيف تتعامل، والولد يشوف أبوه كيف يتعامل، هذا يؤثر في نفسه ويؤثر في سلوكه ويؤثر في أخلاقه ويؤثر حتى في فكره. فكيف يلتزم الزوج والزوجة وكل واحد بحقوق الطرف الآخر، ثم بعد ذلك أنا كيف أربيه التربية، أذكار الصباح وأذكار المساء هذه مهمة جدا. يعني أنا لابد أن أعي أن لما آتي بالأذكار وأرقي الأبناء مش فقط لأجل من العين والحسد والسحر والحشرات والهوام هذا، لا حتى في الفكر لا تأثير هذا الطفل لما ينشأ على الأذكار وينشأ على ترى ينحفظ. ليش؟ لأن الأب والأم بادين معاه على أذكار، على
حفظ، هذا حفظ من الله سبحانه جل وعلا. لذلك شوف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما قلنا ذكرنا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. شيء ثاني، جانب الدعاء، حتى هو صغير هو ياهل أن أدعي له كما دعا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ورسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأتقياء الأوفياء من كل عصر كان يدعون الله عز وجل لهذه الذرية بالحكمة والتزكية والعلم والفهم. لقمان كيف كان يوصي ولده؟ ليش؟ حتى ينشئ، نحن نحتاج إلى ننشئ بناة مجتمع، فهؤلاء البناة بحاجة إلى توفيق وإلهام. من الموفق والملهم؟ هو الله. إذن أنا أدعو الله سبحانه جل وعلا. عندنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا المبارك. أهلا دكتور عمار، كيف الحال؟ يا محمد الله يسلمك. دكتور عمار حسان إبراهيم دكتور عمار حسن إبراهيم، الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الاستثمارية في فرع العين، حياك الله دكتور. أهلا ومرحبا بكم، جزاك الله خير على هذا الجهد الطيب المبارك. الله يجزاك خير، الله يبارك فيك. فضيلة الدكتور، نحن نتكلم الآن عن الشباب، ويعني طبعا أنا استطرت الآن أتكلم عن جانب، وهو كيف الأسر لها دور. يعني الشاب له أثر في خدمة الدين وخدمة الوطن، يمكن هذا بتتكلم عنه، لكن أنا لعلي استطرت معك في جانب شوي ثم نعود إلى موضوعنا، ألا وهو أن لما يقال، لما تشوف واحد شاب يعني أخلاقه عالية وفكر نظيف، تقول إيش؟ ما قصر والديه، هذا إنسان متربي. لكن لما تشوف منحرف يقول ها مش متربى، مش مرباي. يعني من إلى الأسرة؟ ليش؟ لأن الأسرة هي المحضن الأول، هي المحضن الأول، وكذلك هي اللبنة الأولى في تأسيس هذا الشاب ويوجه التوجيه الصحيح. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدقت شيخنا الكريم في هذه النقطة المهمة، وهي قضية دور الوالدين، وخصوصا نشأة الأطفال في البداية عندما ينشأون. أول ما ينظرون إلى والديهم أن كل ما يفعلانه هو صحيح. ومرحلة الطفولة طبعا هي مرحلة شديدة التأثر، لأن المرحلة مرحلة تقليد بحت، صحيح. والمرحلة تكون المحاكمة العقلية فيها ضعيفة، فإذا كان التوجيه الأسري مبني على العنف، مبني على التوبيخ، مبني على القسوة، مبني على الشدة، ينشأ هذا الطفل شديد الاستنكار، وينشأ شديد الإهمال، وهذا ينعكس حتى على دراسته، ويرى أنه مسؤول حتى عن أخطاء الأسرة. وترى هذا في المدارس على وجه الخصوص، بأن هذا الطفل قليل المشاركة، قليل الانتباه، وتراه عدواني، يغتنم الفرصة لضرب زملائه. فدور الأسرة كبير جدا، على عكس الأسرة التي تنتبه إلى هذا الجانب. هو دكتور في مسألة مهمة ذكرتها أنت، هو أن ما يقع فيه بعض الأبوان هو يعني يقول لك هذا ياهل، خلي يتصرف على كيفه، يقول دعه هو شأنه، يعني خلي يتمتع في حياته، حتى لو كان خطأ، حتى لو كان سلوكا غير مقبول، لقوا لا تكبته، لا تضيق عليه، خلي يتصرف، خلي ياكل، خلي يشرب على كيفه، دع يتأم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم بالله وكل بيمينك كل مما يليك، وجهه وخصه، هو في رأى يده تطيش في الصفحة وفي الإناء. فهذه نعم. مشكلة قد يقع فيها بعض الأسر، دعه نعم. الذي يلتبس على بعض الآباء والكرام هم أنهم لا يميزون بين جانب الخير ما سينطبع عليه هذا الطفل، وينظرون إلى أن هذا الطفل في هذه المرحلة هو غير قابل للتوجيه أو غير قابل للتأديب. وهذه معلومة غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني حتى في سن الثانية ثبت عنه أنه وجه الأطفال، قال للحسين رضي الله عنه لما أخذ التمرة قال له كخ كخ. صحيح. وتعجب الصحابة كيف تركه يلعب، صعد على تل التمر في المسجد، تمر الصدقة، فلما أخذ منها ليضعها في فمه أدخل النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه في حلق الغلام وأخرجها، فتعجب الصحابة من ذلك، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الطفل الذي لا يعي، يقول له أما علمت أنها من تمر الصدقة وأن لا نأكل تمر الصدقة. فحتى المال الحلال، التنشئة، الكلمات التي يسمعها الطفل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ولا يكسر قلب هذا الطفل ويوجهه. ابن عباس رضي الله عنهما، أستاذ طالب أنت يعني سيد العارفين وتعلم كيف الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الطفل 5 سنوات يستشيره ويستأذنه حتى يرفع من مستواه، حتى ينهض بهمته بين الرجال وبين كبراء القوم. خالد بن الوليد على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس ابن 5 سنوات، فالرسول يستأذنه، أتأذن لي أن أعطي الكبراء قبل أن أعطيه؟ قال يا رسول الله ما كنت لأوثر أحدا بفضالتك. ابن عباس بهذه المرحلة العمرية يشعر بأن له رأي، بأن له كلمة، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ويستشيره وهو يشعر بقدره ويصر مطالبا بحقه. فهذه الناحية مهملة ربما عند بعض الآباء الذين يظنون أن الطفل لا يفهم أو الطفل، بالعكس هذه هي المرحلة التخزينية لسائر المعلومات التي سوف ينتبه إليها وسوف يستخدمها في حياته في زواجه. وقد يهمل بعض الأطفال، توضع بين أيديهم الألعاب الإلكترونية التي تدمر الانتباه، تدمر الذكاء، توجه الأفعال، تعطل التخيير، جانب التحليلي لدى الإنسان. ممكن بعض الأمراض تظهر عنده بعد 20 سنة عندما يكون هو أحوج ما يكون إلى لو كذلك الأمراض. كذلك شوف المسألة اللي ذكرتها، يبقى هذا الطفل ويبقى هذا الشاب يتصرف بتصرفات لا إرادية. ليش؟ لأن العقل أصبح مبرمجا حسب هذه الألعاب وحسب كذلك ما يملى عليه يعني بعض أصحاب التوجه المنحرف. الله صحيح، لأنه استغلوا جانب التأثر، تأخر التفكير عند الطفل، تأخر جانب صحيح. المحاكمة العقلية 2-3 إلى 2 رضيع إلى 3 سنوات 4 سنوات و7 سنوات طفل، وبعد ذلك دخل سن المراهقة وما زال هذا الطفل يتلقى التراكمات، يتلقى المعلومات الخاطئة، ولا يتلقى التوجيه ولا يتلقى النصح. الرسول تنبه عليه الصلاة والسلام، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لماذا؟ أصبح يصلي الصلاة الصحيحة ابن 7 سنوات، صار صاحب قرار، صار صاحب مصاحبة لوالده إلى المسجد، يتابع الدروس، يتابع المعلومات. لذلك ترى أنه إذا وصل إلى مرحلة عمرية سن 15 أصبح رجل، قابل 17 سنة يزوج، ممكن يفتح بيت. لماذا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة؟ لماذا يكلفه وفي جيشه عمر وفي جيشه أبو بكر ويستأذنانه ويترجل؟ أبو بكر يمشي في ظل فرسه أسامة لأنه أصبح الرجل قائدا، أصبح الرجل معلما متأثرا، وأن الإسلام وجهه إلى الخير وعلمه وهذبه، فأصبح صاحب مسؤولية وصاحب رأي وصاحب حكمة بأن يكون هناك من يأخذ برأيه ويسمع منهم. إذن فضيلة الشيخ، نحن أقول أن الأسرة يعني هي المكلفة بداية بتوجيه الشاب التوجيه الصحيح، وألا تترك له الإعلان في أي شيء، ولا تطلق له كذلك ما يريده من أهواء ومن شهوات، سواء كان ما يتعلق في جانب السلوك أو في الجانب المادة أو ما سوى ذلك. لابد أن يضبط هذا الشاب ويضبط هذا الغلام ويضبط هذا الفتى حتى هو يستفيد بعد ذلك من هذا التوجيه في جميع مناحي الحياة. عندما يستشعر الشاب أن له مكانة وأن له رأي في المجتمع، والمجتمع يعطيه فرصة في المشاركة في العمل التطوعي في المؤسسات المحلية، في العمل الإنساني،
والخير. والله التقيت مع خيرة الشباب في الحج هذه السنة، يشاركون في الهلال الأحمر، يشاركون في المؤسسات، في البعثات التي تهيئها الدولة. شخصيات من أستاذ طالب مختلفة عن عما يشاع، ناس أهل حكمة، ناس أهل التزام، كان التعاون على قدم وساء. هذا يدل على إيش فضيلة الدكتور؟ يدل على أن هناك أسر، وكذلك هذه الأسر يعني وجهت هذه الذرية. الشيء الآخر يعني الحمد لله، الحمد نحمد الله عز وجل نحن في دولة تعتني بهذه الفئة، فئة العمرية وفئة الشباب، سواء كما يتعلق بالجانب الديني، مراكز تحفيظ القرآن، الخطب الموجهة للشباب، المحاضرات في المدارس وما إلى سوى ذلك، كذلك في جانب التعليم، كذلك ما يتعلق كما ذكرت في الجوانب التطوعية. صدق. وباعتبار أني يعني كل المجالات المؤسسية الحمد لله في تعاون وفي ترابط وفي لقاءات، فأنقل لك صورة من خيرة الشباب وما يقومون بالدور القيادي والريادي في خدمة المجتمع حتى على الصعيد العالمي. وجدت لهم نشاط إعلامي يقدم صورة الدولة بأحسن ما يخطر في بال أي إنسان، وما يتمنى أي إنسان مسؤول أن يسمع أخبار دكتور خارج. نعم. يعني هذا الشيء اللي ذكرته، نحن الآن نحتاج إلى الجانب الوقائي. نعم. يعني هذا الشاب الذي سيحمل اسم دينه واسم وطنه واسم مجتمعه واسم أسرته ويرفعه عاليا، يحتاج هنا نقول أن ما أقول الحمد لله الشباب أن نحن بخير، لابد أن يحصن، ولابد كذلك أن تعمل بعض البرامج الوقائية لماذا حتى لا تؤثر عليه تلك الأخلاق السيئة أو كذلك الأفكار المنحرفة. لأن على اعتقادي أن الشاب الآن في مرحلة الشباب هو مرحلة الاستقبال، يستقبل وقد تتلبس يلبس في قضية معينة، تنقل له فكرة معينة فتبقى في مخيلته أصلا. صحيح. هذا الجانب كما تفضلت شيخنا الكريم أنه الجانب الذي نجحنا فيه إنما كان بسبب أن هؤلاء تنبه لهم أهلهم، انتسبوا إلى المؤسسات الفعالة في احتراف العمل في إتقانه، عملوا بمهنية ما أحد استطاع أن يؤثر عليهم، وجدوا أنفسهم في محاضن المؤسسات التي تعطيهم الفرص، وجدوا أنفسهم في حلقات العلم، أقوياء في العلم، أقوياء في العقيدة، نشأوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله، شاب نشأ في عبادة الله، تقوت إمكاناتهم فصار المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وكل خير. وجدت أن هؤلاء يشاركون في المجلس الوطني، يشاركون في مجالس الوطن، يلتقون بالكبار، وهذه حكمة كانت حتى في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه موجودة. في مجلس عمر الاستشاري كان يمزجه بالشباب المتحمسين، قوة شباب متحمس مندفع، شيوخ حكماء، حتى يسمعوا الجانب السلبي من الشباب. ممكن هناك جانب تهوري، فمباشرة نحن نهدي الشباب، نقول لهم بأن هذا الذي أنتم تفكرون فيه باندفاع يجب أن يكون تحت ضوء حكمة الكبار. الله يجزيك خير. إذا احنا استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نفعل الآن مجالسنا الحمد لله حتى المؤسساتية فيها يعني تنوع الأطفال، أنا يعني أجد هذا التنوع وأشكر دائما اصطحاب الآباء لأولادهم لمثل هذه المجالس، مع أنها يحضر فيها شخصيات مرموقة من القبائل والمجتمع والمؤسسات. حتى الشباب الأطفال بدأوا الآن يعطون من وقتهم ويعطون من صبرهم، مع أنه طالب داوم عنده مدرسة عنده جامعة، فالآن نجدهم الحمد لله يستمعون ويتفاعلون، يطرحون الأسئلة ونسمع منهم بالحوار ونناقش بكل أريحية، نتقبل منهم الحوار. يعني ليس دائما أني أنا أفرض أو أنا الذي أتكلم، الحوار ممكن يكون نقد لشخصيتي أنا، ممكن نقد لفكرة موجودة في المجتمع ممكن أنا أعالجها أو أصحح نظرة هذا الشاب إلى هذه المسألة. الله يجزيك خير. وهذا سيكون تحسين لهم من الأفكار الهدامة ومن هؤلاء العصابات التي تصطاد تشوه الصورة. الله يجزيك خير لك كل الشكر والتقدير دكتور على مشاركتك الرائعة الجميلة. الله يجزيك خير. هذا البرنامج الله يبارك فيك. شاكر لك دكتور. حقيقة اللي ذكرها الدكتور عمار
صحيح. وما أدل على ذلك أن شبابنا هم الذين أظهروا قوة وأظهروا حماسا وأظهروا شجاعة وبسالة، وما أدل على ذلك من الشهداء الذين يعني ارتفعوا في الدرجات العليا بإذن الله عز وجل، وقدموا لنا نموذجا رائعا لهذه الفئة العمرية والخدمة الوطنية، وكذلك ما ترى في أعمال كثيرة جدا. نحن نحاول أن نسلط الضوء لهذه الفئة لأهميتها ولأثرها. نسأل الله أن يحفظها ونتكاتف جميعا في تقوية دعائمها. نأخذ فاصل ثم نعود. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد. الإسلام رعى هذه الفئة العمرية، فئة الشباب، لذلك وجهها بداية كيف تأخذ الدين. ليش؟ لأن الدين هو حفظ لكل البشر ولكل الناس. وجهها أن الدين عند الله عز وجل فلا ينحرف، ثم وجه كذلك مع هذا التوجيه أن وين يأخذ الدين حتى لا يفهم فهما سقيما يعود أثره عليه وعلى مجتمعه، ثم كذلك وضح له كيف يضع له أهدافا وكيف يتخذ السبل والوسائل التي توصله إلى المجد المنشود وإلى الغاية العظمى. نحن في زمن تعددت الوسائل، وأصبحت هذه الوسائل هي شغل الشاب، وهي اللي تأثر فيه، هي تؤثر فيه عبر منظومة من وسائل الإعلام المختلفة. معنا في هذا الجانب فضيلة الدكتور عبد الله الكمال. حياك الله فضيلة الدكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخنا، كيف الحال؟ الله يسلمك، بارك الله فيكم. الله يسلمك، يا مرحبا وسهلا. الله يجزيك خير، الله يطول عمرك، بارك فيك. فضيلة الدكتور، كنا نتكلم عن فئة الشباب، هذه المرحلة الحساسة جدا، وكنت تكلمت على أن الشاب يعني يوجه إلى أن يأخذ الدين الصحيح، وكذلك أن ينظر إلى الوسائل المتاحة في كيفية انتقاها وكذلك الاستفادة منها. ونحن ممكن لا يخفى عليك، وأنت ما شاء الله لك يعني خبرة كبيرة جدا في هذا الجانب وفي توجيه الشباب والاستفادة، خاصة في جانب التواصل، أجهزة التواصل الحديثة. فكيف يمكن الاستغلال، كيف الشاب يستغل هذا الجانب الاستغلال الأمثل، وكيف يوجه التوجيه الأمثل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أبو محمد الغالي، أنا أشكرك حقيقة على طرح مثل هذا الموضوع المهم ومثل هذا السؤال المهم في مثل هذه الوسيلة الإعلامية الهادفة الطيبة بإذن الله عز وجل. لا شك ولا ريب أننا نحن في عصر ثورة وتناقل المعلومات المختلفة والمعلومات المتنوعة، فلا بد قبل أن يتلقى الإنسان أي معلومة، خاصة مع عصر الإعلام الجديد، أن تكون عنده حصانة فكرية، وأن تكون عنده قاعدة فكرية سليمة ومنهجية منضبطة طيبة في تلقي الأخبار وفي كيفية التعامل معها. عندما يدخل الإنسان إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لابد أن يكون متسلح ببعض الأسلحة المهمة جدا من الأسلحة الفكرية وبعض المهارات الفكرية الموجودة في النفس البشرية. من هذه النقاط ومن هذه الأمور المهمة أن يعلم جيدا بأن ليس كل ما في هذه المواقع، ليس كل ما يعرض فيها صحيح وسليم. للأسف عندما يتعامل بعض الناس مع بعض مواقع التواصل الاجتماعي على أن كل ما ينشر فيها هو صحيح، أنا تعجب أحيانا أبو محمد من بعض الناس يقول لك يا أخي شفنا مقاطع، شفنا كذا، وصلي على الواتساب، وصلي على شفت تويتر أو الفيسبوك أو غيره. أقول نعم صحيح، قد تكون رأيت مثل هذه الأشياء، ولكن وما آفة الأخبار إلا رواتها. كم من الأخبار المغلوطة وكم من الأشياء غير الصحيحة التي نشرها بعضهم ثم تبين للناس صحيح. أنها إشاعات في إشاعات في إشاعات، وقد مرت علينا قريبا نماذج من هذه الأخبار المغلوطة التي نشرت على مستوى الدولة. إذن هذه نقطة لابد نحن نتسلح بها، أن ما نصدق كل شيء.
ثم أيضا في الأمور والنوازل العامة لابد أن نتلقى الأخبار من الجهات الرسمية، فلابد أني ما أؤجر عقلي لتحليلات مغلوطة أو تحليلات تكون وموجهة توجيه سلبي أو وراء الأكمة ما وراءها، وإنما يكون عندي بارك الله فيكم شيء أتبع أني ما أخذ الأمور المتعلقة بالنوازل العامة إلا من خلال الجهات الرسمية. ثم أيضا بارك الله فيكم لابد أني في مواقع التواصل الاجتماعي أضع نصب عيني شيء مهم جدا، أن شرع الله ودين الله عز وجل قد أمرني بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر، فكل من يخالف هذا الأصل كائنا من كان لابد أني أحذر منه حذر شديد. وهذا كان تعامل العلماء الراسخين يحذرون الناشئ منذ نعومة أطفالهم، أن كل من يشق عصا المجتمع وجماعة المجتمع وكل من يدعو إلى الخروج على ولي الأمر لابد أن يحذر منه حذرا شديدا، لأن هذا الإنسان لا أقول يفسد مال الإنسان وإنما يفسد دين الإنسان ويجعل يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والأثر الذي رأيناها كثيرة جدا، والأمثلة في هذا الجانب يعني في كيف سيطر أولئك غزاة الفكر على عقول الشباب. محمد حقيقة من الأمور المؤلمة جدا أن بعض الشباب قد يتبنى بعض أفكار التطرف فقط من خلال مواقع التواصل، يعني هذا الشاب الآن ما يخرج خارج منزله وإنما يجنى التجنيد من خلال مواقع التواصل في مدد يسيرة جدا. هذا بسبب ماذا؟ إن ما عنده حصانة فكرية، إن ما تربى على موضوع إن وطني وديني خط أحمر لا يمكن أن أساوم عليه. هذا شرع الله عز وجل، ديننا الذي يأمرنا بلزوم الجماعة وأن نعتصم بحبل الله عز وجل وأن نلزم جماعة ولي الأمر، فهذه نقطة لابد أن ينتبه لها. لذلك محمد بارك الله فيكم لابد أن ندعو كل ولي أمر وكل أب وكل أم أن ينتبه إلى المواقع التي يدخلها أولاده، أولاده ذكور أو إناث، لأن بعض الشياطين والعياذ بالله يبرع جدا في تجنيد أبنائنا، تجنيد حتى الفتيات. صحيح. هناك بعض الجهات تنشط في هذا الجانب، فلابد أن الأب ما يكون في غفلة ويكون وللأسف الشديد آخر من يعلم عن مثل هذه الكارثة التي تنزل عليه في بيته وفي أسرته، سواء كان في الجانب المتساهل أو الجانب المتشدد من كلا الطرفين. التشدد أيضا، نعم. أنا أبو محمد ما أدعو الآباء أن يشكون في أبنائهم، ولكن الرقابة طيبة، وأن الأب يكون مطلع على هذه المواقع التي يكرر الإبن دخولها بشكل مستمر. فلذلك لابد أني أيضا أصارح أبنائي، أقول لهم يا أبنائي ترى في مواقع تنشر بعض أفكار التطرف، أفكار الغلو، أو تنشر حتى بعض الأفكار المصادمة للدين، أو تنشر الكراهية، أو تنشر بارك الله فيكم ازدراء بعض مسائل الدين والشرع، فلابد أني أحذر أولادي من هذه المواقع، ولابد أني أكلمهم بكلام في مناسب عقولة. نقطة دكتور، في نقطة مهمة جدا، قد يقول قائل مثلا أنا محذر عيالي ولو بدخلهم يعني عندهم الخلفية الجيدة، لكن هو ما يعرف أنه أحيانا قد تلقى الشبه في نفوس الشاب وتكبر هذه الشبهة في نفسه ولا أحد يستطيع أن يزعزعها بعد ذلك. أحسنت محمد، أنا أعبر عن كلامك بصيغة أخرى يرددها بعض الناس. بعض الناس يقول لك أنت ادخل مواقع التواصل وأقرأ لكل أحد وخذ الزين وترك الشيء. أقول هذا الكلام للأسف غير صحيح، وهذا الذي ضيع كثير من أبناء المسلمين، لأن بعض الناس بارع جدا في إلقاء الشبه على نفوس الصغار. لذلك كان بعض السلف إيش يقول؟ يقول الشبه خطافة، فبعض الشبه تأتي على نفوس الصغار وقلوب الصغار وعن طريق بعض المقاطع وبعض الفيديوهات، فتجعل من هؤلاء الأبناء قنبلة موقوتة، نسأل الله العفو والعافية. يعني بعض مواقع التواصل عندما يكون فيها بعض الناس الذين يجندون بعض أبناء المسلمين، فيصبح الشاب يقتل ابن عمه مع ترجي ابن عمه له، أي أمر بلغت بهم وأي قسوة وجدت في قلوب هؤلاء. لذلك لابد أني أحصن أبنائي وأمنعهم من دخول مثل هذه المواقع، وأبين لهم أن الإسلام يحثنا على لزوم الجماعة والسمع والطاعة. ثم أيضا أبو محمد بارك الله فيكم لابد أني أبين لأبنائي أن دين الله لا يمكن أن يؤخذ عن المجاهيل، يعني في مواقع التواصل أبو القعقاع وأبو الجويرية وأبو مقداد وأبو كذا، من هؤلاء ما حد يعرفهم،
طيب كيف يا عيالي يا أبنائي كيف تأخذون مسائل الشرع والدين وأن هذا الإنسان المجهول يوجهكم افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا؟ الدين هناك جهات رسمية، جهات معتمدة، مشايخ معتمدين في الدولة، طلاب علم ثقات، مشايخ وعلماء موجودين، نربط أبنائنا بهؤلاء. وأما أن نجعلهم يأخذون الدين ومسائل الشرع عن كل أحد وعن هذه الأسماء المجهولة، فهذا أمر أيضا لا بد أن يحذر منه حذر كبير جدا. وبإذن الله عز وجل عند شبابنا وعند أبنائنا من الثقافة والوعي إذا نحن حصلناهم بمثل هذه الأشياء وبينا لهم خطورة هذه الجماعات ما تجعلهم بإذن الله عز وجل في وقاية كبيرة من مثل هذه الأفكار. وأنا لاحظ بعض شبابنا ما شاء الله تبارك الله صارت عنده خلفية طيبة عن بعض جماعات الغلو. والله الجهود لجهودكم الطيبة وجهود طلبة العلم في هذا الجانب وسعيكم يعني ولد يعني أفكار نيرة وحفظ لعقول شبابنا. محمد كلمة قالها سيدي الشيخ محمد بن زايد، البيت متوحد الحمد لله رب العالمين. مجتمع دولة الإمارات عندهم خط أحمر إذا تعلق الأمر بالدين أو تعلق بالوطن هذا أمر والله لا مساومة عليه. هم ما يكتبون شباب الوطن مثل هذه الأمور رجاء لشيء من منافع الدنيا وإنما بيع في أعناقهم لولي الأمر ومعهم بإذن الله في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الوقت قد انتهى وأشكرك فضل الدكتور على مشاركتك وقت خضاك وإن كنا نتمنى زيادة أن نزيد معك لكن لعل ذلك في حلقة أخرى بإذن الله. الله يرفع قدركم. شكرا دكتور. الله يجزيك خير. نشكر الدكتور على هذه التوجيه ونشكر كل من شاركنا. والوقت أظن قد يعني قد انتهى. شبابنا أمانة فلنحافظ عليها. وأنتم أيها الشباب دينكم أمانة ووطنكم أمانة فلا نأخذ الدين إلا من أهله ومن الثقات. ولي أمرنا بيعته في أعناقنا. نتمسك بوطننا ونسعى في بنائه جميعا يد واحدة فيد الله مع الجماعة. نلقاكم في حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.